26 نقطة اليوم إذا بوتس بقدر يخطف النقطة الإضافية وماكس فيرستابن يذهب إلى النهاية. إذن أعزائنا جائزة المكسيك الكبرى جولة 18 من بطولة العالم الفوز إذن رقم 9 هذا الموسم لماكس فيرستابن 19 في مسيرته يوسع فارق في صدارة البطولة إلى 20 نقطة عن لويس هاملتون. وهنا لويس هاملتون سباق ولا أروع من لويس هاملتون، عرف كيف يحتوي